السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجزائر تطيح بالكاميرون في جابوما وتضع قدما في مونديال قطر، وإيتو يتحسر بالدموع. نجح المنتخب الوطني في تحقيق فوز مهم مساء اليوم على حساب الكاميرون بهدف دون رد بملعب جابوما في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022. وظهر صامويل إيتو متحصرا وخائبا من نتيجة المباراة التي تعرض لها أشباله في ملعبهم وأمام جماهيرهم على الملعب النحس جابوما، والذي فك عقدته المنتخب الوطني الجزائري. وبهذا الانتصار وضع أشبال بالماضي قدما في مونديال قطر في انتظار مواجهة العودة هذا الثلاثاء بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. فألف مبروك للمنتخب الوطني الجزائري. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.